تيغري باري كومون. اوه ما شاء الله مشرقة. سلام مايا، اهلا وسهلا، شخبارك؟ لاباس عليك؟ الحمد عيد لله. عيد مبارك. عيد مبارك عليكم كاملين، على ولاداتك كيف هما غير بوكو دو سوكسي ان شاء الله. يا ربي يا ربي، عيد مبارك للجميع. ميرسي انفينيمون، ميرسي انفينيمون. عفاك دكتوره، غير دابا واحد لا كيسيون توصلت بها دابا على مسمار الكيف. انا كنت جربت هذاك لو برودوي ديال الشول على مسمار الكيف وصدق ليا من داك الشيء او بو دو 3 ولا 4 ابليكاسيون الى كومبليتمون ديسباري. واش كنت انت كتنصحي به؟ وفيت ما يحنا تنديرو دي برودوي اللي خاصنا يكونوا ميديكال في لوردونونس، ما نقدروش نكتبو نابورت كوا. عندنا دي بريباراسيون تخليطه تيديروها لي فارماسيان، فيها لاسيد ساليسيليك، حمض ساليسيليك، من بريباراسيون على حسب 30% ولا 50%. تنستعملو اوسي واحد البرودوي سميتو لوغي، و تنديرو ديكاباج، يعني تنكورتيو، تنقصرو هذاك المسمار الكيف. الوغ دكتوره، شحال هادي ملي كانت عندي واحد 12 عام كان بحال هكاك، كان انا ديما عندي مره كيتفكرني شي مسمار الكيف، وكان ناض ليا تحت صبعي الكبير من تحت بيان سور في الرجل، ونسيت بوندون دي زاني، نسيت حتى كبر، ولا كنت كنطلع الدروج ولا كنلبس شي حاجه مزيره كان كيضرني. والواليد ديالي كان تفكر كداني عند الدكتور بورا، عقلتي بورا من لا يعرف، ستان غون فيغ استاذ ديالنا، استاذ ديالنا، وحيدوا لي بلو لازير. ولكن عانيت بزاف، سيتي الصيف وعانيت بزاف، وبرا ليا شويه داخل افيك لو طون، عاد رجعت لابو كيف كانت. مي دوبي هادي واحد 10 سنين راك عارفه انا كنشطح ديما حفيه وديما انا كندور بالحفه، بدا كل يوم منين كيجي مسمار الكيف هذا، عار الله جوني جامي تروفي اون ريبونس منين كيجي مسمار الكيف. مسمار الكيف مايا هو لو دوغيون، لو دوغيون يعني تيوقع واحد لو كونفلي ما بين ضغط ما بين الجلد ديالنا وما بين الارض ولا الصباط الا كان مزير، يعني بريسيون تيكون ضغط. داكو، تتبقى جلده فوق جلده، يعني جلد ميت، سي لا بو مورت. وشنو هي ديك الكحوليه اللي كتكون الوسط لداخل؟ خاص الواحد يفرق ما بين مسمار الكيف ودي فيغو تولال، ماشي اي حاجه قاصحه في قاع الرجل، لا بلون دي بي راها مسمار الكيف، يقدر يكون تولال. دابا عندك كيكون قاصح وفيه جلود بزاف، جلود بزاف، جلود بزاف، والداخل والداخل كتكون واحد النقيطه كحله. سي سا مايا، خاص الواحد يتفحص باش نعرفو واش مسمار الكيف يعني سامبل انديغيون سامبل ولا تولى الفيروس. لو فيروس تيكون فيه هذوك النقيطات كحلين. داكوغ، دونك سي بوسيبل يكون فيروس. لا باسكو لو لازير غادي يحيدهم بجوج، غيحيد مسمار الكيف وغيحيد تولال. كاين اللي قال لي قلت النقا تقدر دير مسمار الكيف، جو نو بونس با. نو قلت النقا؟ نو ما يمكنش، انا غير لا لو دوغيون سي ان بروبليم ميكانيك، هو مشكل ميكانيك، يعني ضغط ديال الجلد ديال قاع الرجل مع الارض مع صباط مزيار. كاين اوسي ما يسمى لو كور سي او ار، هذا جد مؤلم، تيكون ما بين تيدر اكزاكتومون. دونك الحل اللي زوين واللي فاسيل ورابيد هو لازير. لو لازير نيت، هذا لو لازير اللي غنهضروا عليه مايا، لو كو سويتشي، لو لازير كو سويتشي تيحيد اوسي لو هذا لو ديغيون مسمار الكيف، ولا كاين لو لازير سي او 2. هاد لو سي او 2 اخر مره قلتي لي ما بقيتيش كتبغي تستعمل لان العيالات ما كيحافظوش على لي كونسين. سي او 2 شهر 5 تنوقفوه، حيت سي او 2 ولت نعجبي تقابيط الحبوب المسام واسعين، تقابيط الحبوب اللي كيبقاو من مورا لاكني، هذوك التقابيط الفارين مورا لاكني تيكونوا متقبين، كيتحيد حصه مورا حصه، تيتحيد ديفينيتيفمون افي. المشكل ديالو هو ان المغرب بلد فيه الشمس، تقاليدنا عندنا الحمام سخون، عندنا الكيس الحمام، الفران، كوكوط، واخا تتعيط هاد السخونية كاملة ما تصلحش مع هاد الشيء كامل، ما تتماشاش مع لو سي او 2. لا لو لازير سي او 2 فيغ تخي تخي اتونسيون. واخا هاد لو لازير واش سي لابو كتحرقوا لابو ولا اش كديروا؟ هي حرقة طبية، سي اون برولور ميديكال دو لابو، وهاد الليزر هي حراره تستهدف الماء.
فاش الجلد تيصلح راسو براسو تينتج الكولاجين، خيوط الكولاجين، وهاد خيوط الكولاجين هما اللي تيعمروا لينا التقيبات والمسام باش والضرب لابو كتولي والمصلح، كتولي ليس لابو تتولي كتولي زوينه. ليس ولكن يا دي زيفي سكوندير، كاين اثار جانبيه، هو ما خاش الشمس نهائيا وما خاش التعرض الضوء ديال البوله الا كان واحد وحنا فوق من وحنا المغرب راسو. حتى البوله لا إذا كان الإنسان مثلا حمر بزاف و جالس بزاف الضو شي بولا يعني تري 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 انتونس، بعض اي حاجه الأحيان كانت تنطلبوا من سخونيه الناس. لا نعم، سخونيه لا اي حاجه سخونيه لا غيونسولي نهائيا سخونية سخونية لا. الخبر الزوين هو الحمد لله إلا وقعت حرقة مع الوقت تتمشي، سيت ان برونزاج كي ريفيرسيبل، داكور يعني ماشي داكور افي. داكور اوكي واخا دكتوره سمحي لي وخذيني على قد عقلي على قد لا يدي مرحبا، اوني لا بوغ اكسبليكي. بغيت غير نرجع لهذاك لو برودوي ديال شول اللي كنت درت، سي ان برودوي فيه بحال واحد الكوتون تيج طويل كيتخشى في هذاك لو فلاكون وكتورك عليه، سي بحال فيه اني في كريو ملي كنحط هذاك الكريو الكوتون البرد كنحط اكزاكتومون، فوق ديك مسمار الكيف كيولي بارد وكيدير واحد لاكوش بيضاء اون ديغي دو لا غلاس. صافي دازت واحد 3 ابليكاسيون ولا 4 ابليكاسيون ما بقاش كاع، سا ديسباري سي انكرويابل. ديرينو اكزاكتومون. كاين هذا العلاج عند لي ديرماتو على شكل كريو، يعني آلة فيها بحال الثلج باش اون تو لو فيروس. دونك تستعمل سي لا ميم سي لا تكنيك ميم تكنيك، غير هذا تيتباع. داكور اوكي دوك داكور واخا قولي لي يا دكتوره هاد لو سويتشيد سي كوا، سي ان لازر سي جوست سي ان لازر parmi d'autres. لو كو سويتشي هو واحد لو لازر اللي تحيد له الشمس سورتو تاتواج، تحيد لي لونتيغو سولير يعني هذوك لي بتي طاش اللي تيكونوا ديال الشمس. بالنسبه النمش النمس هو طاش دو روسور، لي طاش دو روسور تيكون عندهم ناحيه جينيه، يعني كاين الجينات ماشي غير دي طاش اللي غيمشيو ابي. سي لي جين وراثيين وراثيين. بعض الناس ما تيبغيوهمش، دونك تنقدروا نديروا لهم اون ا دو سيونس تينقصوا با في ليتي، ماشي في الصيف بطبيعة الحال، اون ايفير او موان الواحد تيدوز المناسبة ولا تيدوز العام ترونكيل، اي ابخي الا تعرض للشمس بواحد الطريقة كثيفة يقدر يرجع. واخا دونك هاد لو لازير هذا من الاحسن اللي بغى يدير شي سيونس اللي بغى يحيد النمس ولا وحتى الكلف، هذاك العيادات اللي عندهم داك الكلف يا دي زيتود. دابا الدراسات عاد ولات تشوف واش واحد لا ماشين ديال كو سويتشي يعني اون ماشين جديده واش غادي تعطي النتائج في الكلف. واخا لي كو سويتشي القدام جربناهم في الكلف، ولكن الكلف ماشي شي حاجه سهله. دونك سي ان بروبليم واخا وكيحيد لي بغولور اللي فيه محروق ولا شي حاجه. هاد لو لازر لو كو سويتشي فيه واحد لوبسيون سورتو لي ديرنيير ماشين ديال كو سويتشي، هاد الاخرين اللي خرجوا فيهم واحد لوبسيون ديال التصبغات اللي تيكونوا ما وراء الاحمرار. اوني اون تران دو فواغ، حنا تنشوفوا شنو غادي يعطي. واخا دونك دابا ملي غادي نرجعوا للوشام، بزاف الناس نوصل للوشام. سي افيكاس، الوشام سي افيكاس، ولكن هانتي حيدتي كتبقى هذاك لا تخاص ديال الزواق هاد الوشام. با دو تو، لو كو سويتشي ما تيخليش الاثار. بطبيعه الحال دائما تنأكد على واحد النقطه، هو الفحص الطبي المسبق. بزاف ديال الناس تيتقلقوا تيقول لك قول لي من الاول عدد الحصص ولا قول لي من الاول الثمن ولا ما نقدروش نجيو نضربوا باللازر وشم اللي ما فحصناش. على حسب العمق ديال الحبر، على حسب لون الحبر، كاين بعض الالوان تيمشيو دغيا، كاين بعض الالوان مستحيل اصلا يتحيدوا بحال التركوا، تيجيونا بعض لي تاتواج فيهم الوان عديده، التركوا الغوز، تنشوفوا الاورانج، تنشوفوا فيه البيض، البيض سي با فاسيل ا اونلفي. اللي تيكون ساهل يقدر يتحيد في حصه ولا جوج هو الوشم التقليدي تراديسيونيل اللي تيديروا لي ماني دي فوا سي فاسيل. اي بوي لو تاتواج بروفيسيونيل
الى الدار عند ان فغي بروفيسيونيل ديال التاتواج تاتواج دي فوا نقدروا نديروا بزاف ديال الحصات. ما يقدرش الطبيب يعرف عدد الحصه غير بالشوفه هكا العين المجرده يعرف عدد الحصات. باش نضربوا لو تاتواج بالليزر خاص تطلع لينا اون كولور بلونش يعني لون ابيض. الى طلع لنا هذا اللون افاسي يعني غيتمحى. الى تمحى لينا بجوج دو جول ماشي بحال الى دو جول ما عطات والو طلعنا ل 3 و 4 و 5 و 6 ما مشات ل 6 يعني غادي نعرفوه راه ما ساهلش. لي تاتواج اللي تيكونوا عامرين ثقال بالحبر يعني تري زيبي تيكونوا كبار كيكون كبير وفيه لا كولور بزاف مدكر فيه بوكو دو كولور هذاك الحبر تيكون عميق تنخدموا بقياسات قليله خفيفه وتنبقاو غاديين وتنطلعوا على حسب الحصه. يعني الانسان في خلال الحصه تيبان ليه الحبر مش الحبر مشى بيات تمحى ومن بعد تيستنى واحد ساعه بحال هكاك ولا اقل تيطلع الحبر اللي تحت منه. لحقاش شنو هو الدور ديال لازير كيسويتشي ديال ازاله الوشم هو انه تيليكسبلوز بحال تيفركع هذاك الحبر تيفتو. باش شفتوا عندنا واحد الخلايا في الجسم ديالنا سميتهم لي ماكروفاج تيجيو وتياكلوا هذا الحبر هذا وتيلوحوا خارج الجسم. داكو داكشي علاش الحصه خاصها تكون على الاقل شهر ما نقدروش نديروا اقل من شهر باش نعطيو الفرصه للجسم باش يلوح لنا هذا الحبر. هادو كلهم معلومات مهمه يعني خاص دونك ما بين حصه وحصه خاصك واحد الشهر باش تشوفوا لو كور كيفاش يبغى غوجتي دوك لي بيغمون. خاصو بعدا حيت تيبقى في لو كور خاصو شهر باش يتلاح وخاص لك تبرى. ولكن قولي لي انا اللي مهم عندي وضروري حيت الا قنعتيني غنجي نحيد واحد لو تاتواج كنت درتو دي شحال هادي في واحد لوندغوا انتي نو ماشي انا عندك تمشيو بعيد لا غير اون با دو دو عندي واحد لو تاتواج مابقاش عاجبني الصراحه ودينا كنقول ما غنحيدوش حيت خايفه تبقى لي لاطراس ديال الزواقه وانا بغون واش فهمتي هادشي علاش كنهضر انايا سمراء الا كنا الا غنحرقوا داك لو تاتواج وغنحيدو واش ما غاديش تبقى بالسموريه اللي فيا ما غاديش تبقى ديك لا ديفيرونس سي سكي مو ديبلي دون ليستوار. الانسان السمر بيان سور ما غاديش انت ماشي سمراء باسكو كاين الوان كاين من واحد حتى لسته وانا شحال اربعه كاين من وي تي 4 دونك 5 و 6 تردوا البال كل ما كانت كل ما كان لون البشره سمر بزاف كاين واحد الاحتمال ديال لي سيكاتريس كيلويد. شنو هما لي سيكاتريس كيلويد؟ سي اش او ال او اي دي او معروفين. بعض الناس يجيو مخلوعين تيقول لك شنو هي السيكاتريس تكون مثلا في الودن بعض الناس يتقبوا اذنهم تجيهم واحد حبوبه قاصحه تيجيو مخلوعين دي فوا ولا في الصدر في الصدر تينوض حبوب وتجي دي سيكاتريس قاصحين هذوك خيوط قصاحو داروا بحال الحبوب. الناس اللي سمرين فاش يتحرقوا ولا تيديروا اون اوبيراسيون كاين احتمال يديروا هاد لي سيكاتريس. طبيعة الحال تردوا البال ما تنخدموش بمقادير بقياسات طالعه بزاف واخا ولا دولوغ لا دولوغ كاينه لا كريم انستيزيون كاينه لا كريم انستيزيون يا اوت شوز مايا تنديرو اون زون تيست يعني التاتواج الا كان كبير تنقدروا نديرو كلكو تير واحد دو تير وتنشوفوا الجلد كيفاش غادي يتعامل مع هاد لي تير سي تو با بيان ونديرو التاتواج كامل. الاغلبيه الاحيان تنديرو لا زون تيست ولا زون تيست زعما شنو تقدر توقع اون رياكسيون اليرجي لا لا زون تيست سي جوست بور راسوري لو باسيون باش الانسان يرتاح. ما الا كان تاتواج كبير ما غاديش تضرب ليه التاتواج كامل تقدر دير ليه جوج ضريبات مثلا ولا اون توت بوتيت بارتي ويمشي للدار يداويها ايتو تيرتاح مغالمو ومن بعد يدير التاتواج ديالو كامل واخا ودا بيان سور هذيك لا كريم انستيزيون ما راه غادي راه غنجربها دونك سي جو لو فيغ غندير اون كريم انستيزيون ما كنبغيش نصبر على الضران. لا ما يمكنش نديرو اللازر ديال التطواج بلا كريم انستيزيون هذا راه لا كديرو ديريكتومون لا كريم انستيزيون بيان سور كلشي تنديرو ليه لا كريم انستيزيون الا واحد الوقت كانت مقطوعه راه على العلم يلاه جات يلاه رجعات كانت مقطوعه. داكور واخا دابا هاد لو كسويتش اللي كنهضرو عليه كي كومو الى جي شوفي دكتوره انا كنبقى نبرقك بزاف الرجلين ديال الناس في لابيتين وفي البحر
وما نكذبش عليك سي ديغوتون، كنشوف بوكو دو بيي ديغولاس، هذه هي الهضره. يعني كنقول واحد نسى راسو حتى الظفر ولا داير كلهم فرتت، و سي سان ديغوت صراحه، ما كتخافي تلبسي صندال شي حد، سي ديزاغريابل افوار. ومالوغوزمون جو فوا سا بوكو بوكو دو جون عندهم لي شامبينيون في رجليهم. انا واحد النهار بان كاين واحد لاطاش فراس غير وراك تغنتسطا، بقيت مقابلها 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 حتى تحيدات. بيان سور لي برودوي شوال داير، مي اللي تي توت بوتيت توت مينيسكول. دونك عرفتي قولي لينا كيفاش كيتخدم هذا الكسويتشي على الشامبينيون ديال الظفار، كيف ما بغى يكون شامبينيون. اول حاجه خاصنا نديرو فحص، حيت ماشي اي طاش كاينه في الظفر، ولا ماشي اي ظفر غليظ ولا اي ظفر مهزوز راه شامبينيون. يقدر يكون صدفية الأظافر، تقدر تكون إكزيما الأظافر، تقدر تكون غير أونيكو ديستروفي تروماتيك، يعني تروماتيزم. الناس اللي تيتمشاو بزاف، اللي تيلعبوا الفوت، اللي صبات صبرديلة مزيرة، تقدر تكون هزات ليهم الظفر. دونك تيكون تشخيص دي فوا تيكون باين، باسكو ما بقيناش نديرو بزاف ليكزاما في لابوغاتوار. شحال هذيك كنا تنصيفطو نديرو واحد التحليله، تيتكرط الظفر في اللابوغاتوار وتنتسناو ينبت، وتيجاوبنا اللابوغاتوار مورا شهر واش كاين شامبينيون فعلا، والاسم ديالو وكيل اوريجين، واش اومان ولا انيمال، بحال داكشي اللي تنديرو في لاتين تونيا. دابا ولينا تنشوفو غير كلينيكمون. الا كان غليظ بزاف تنحيدو هاد الظفر، كاينين دي برودوي فيهم ماده اليوغي تتحيد الظفر وعاد تنداويو الظفر الا كان غليظ بزاف. كديري واحد الماده فوق الظفر شنو كيطير ولا كتشوفي؟ الا كان غليظ بزاف، الا كان غليظ بزاف ما غاديش يقضي فيه العلاج، ولا تنديرو اون بيديكور ميديكال، تنحيدو غير لابارتي اللي البلاصه اللي مقيوصه، عاد تخدموا عليه. داكور، عاد نخدموا عليه. هاد لو برودوي اي لي تري بيان، لحقاش يقلع غير لا بارتي اللي فيها الشامبينيون، لا بارتي اللي فيها الشامبينيون تتبقى. كان الظفر مهزوز تنقطعوه، دونك تنقادو بعدا بيديكور ديال الظفار. سؤال، اسكو سا في مال الناس اللي كيكون عندهم شامبينيون في رجليهم ملي كداو تخوروا لهم في الظفار ديالهم؟ اسكو لا لا لا، البرودوي تيديروه في الدار، تيديروه في الدار البرودوي، تيديروه لمده 21 يوم فيه ماده اليوغي. فاش يجي عندنا السيد ولا السيده الظفر تيكون ديجا مهزوز، تنقطعوه بلي سيزو، ما كاين لا بنج لا حتى شي حاجه. كيتقطع برطو، كيكون رطب، كيكون رطاب. تيرطاب اكزاكتومون، تيرطاب. كان ديجا ظفر مهزوز تنقطعوه عادي. داكو، دونك العلاج فيه العلاج لوكال موضعي، والعلاج يعني من الداخل. هذا العلاج من الداخل هو اللي تنعطيو الاختيار للانسان، واش غادي ياخذ لي كومبريمي الفانيل اللي تيتخاد عبر الفم، ولا غادي يدير له لازر. شحال كيتخاد الوقت هذاك لو كومبريمي؟ نورمالمون الشامبينيون ديال الظفار ديال اليد 3 شهور، ديال الرجل 6 شهور. لا كاينين بعض لي ميديكامون اللي تيديروا قل العلاج، يعني الرجلين نقدروا نديروا مينيموم 3 موا، ما بين 3 الى 6 موا باش تداوي ظفار رجليك. داك الشيء علاش نقولوا الناس، السؤال اللي جا قبيله مايا ديال لو بيي داتليت، لو بيي داتليت شنو هو؟ هو صبانات الوضوء، صبانات الوضوء هما لي شامبينيون اللي تيكونوا ما بين صباع رجلين. داكشي علاش خاص دائما الانسان في الليل يفحص رجلو، يشوف يحط رجلو في جهه الركبه ديالو ويقلب، يحل ما بين صباع رجلو ويشوف كانت شي بيوديه، كانت القشور، كانت شي جرح. هذا سي ان شامبينيون ما بين صباع رجل. بزاف ديال الناس نقول لهم راه عندك الشامبينيون، تيقول لك صافي غير خليه، راه ما تيضرني ما شي حاجه. لا، اللي بغيت ننبه الناس راه ماشي حيت ما تيضرش وما تيحكش وهذا اللي غنخليه، من تما تيتقاسوا الظفار. الشامبينيون ديال السيبانا ما بين صباع رجلين لو بي داتليت تيتعالج في 3 سيمين ماكسيموم ان موا، يقدر مخيره غير بالكريم بلا فاني. مخيره مخيره مخيره، هذه بقى يدور 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 غيعادي غيعادي الظفار، غيعادي التنيه ديال الفخاد. دونك ما بين الصباع كيطلع للظفر، تيعادي الظفر، تيعادي ما بين الفخاد، تيعادي لاباري جينيتال، المناطق الحساسه كتبقى غادي وطالع. مثلا انسان استعمل فوطه في رجلو، استعملها في مناطق حساسه، راه غادي غينتقل.
وحنا عارفين الرجال بعدا بزاف فيهم كيزفوطه كيدير الوجه والرجل المصاص. داكوغ. دونك بيان فوالا. سور حنا كن دونك اون سولين على ان اللي عندها راجلها ولا اللي عنده شي حد في الدار عنده هذا المشكل الصبانه ديال الوضوء ولا ديال لو بي داتليت، الفوطه ديالو خاصها تبقى ديالو بوحدو وتصبن بوحدها، ما تصبنش مع شي الاخر ياك. اكزاكتومون، الماتيريال ديال لا بيديكور اللي تندو معانا لي صالون يكون شخصي، الواحده بيان سور السيده دي معاها لا تخوص ديالها. بعض لي صالون تبارك الله عليهم تيديروا دي باك معقمين وي وي، ولو ماشي كيعقموا كلشي، ولو ما كيعقموا كيعقموا نبدلوش مع بعضياتنا لهاد الماتيريال ديال لي بيديكور. ما نتمشاوش حفيانين في البحر، لا بيسين سورتو او بور دو لا بيسين، في لي فيستيير ديال لي سال. نبداو نشفو من بين صباع جينا، الا كان تقاشر فازقين نبدلوهم ولا عارف. ودابا نعقمو. اجي نقول لك، ودابا باغ اكزومبل كاين اللي عندهم لي مان لي بي موات، رجلين ديما عرقانين، حتى هذا سا بو كريي ليكزيرسيس وي دو وي بي. برافو. وي الناس اللي تيعرقوا لهم بزاف يديهم رجليهم تيقدروا يديروا لي شامبينيون. دونك كاين دي لوسيون، كاين دي كريم اللي تيقلوا من اللي كيقلوا مثلا، كاينين شي ناس كي بوف با افواغ اكسي، ماشي من كازا وما يقدروش يعرفوا، مثلا كاينين بزاف كيعانيو دابا من الكزيما بين صباع ورجليهم. شنو هي عطيني، تقدر تعطيني سميه ديال اون كريم اللي يقدروا بعدا غير يبداو بها اون اتوندون اون اتوندون ليكزيما. اه مايا كاين واحد النقطة جد مهمة، بعض الناس تيكون عندهم ليكزيما حدا لا شوفي، لا شوفي ديال رجليهم، هذيك زي ما تتحك وي وي وتتسيل كيكون بيض، بالماء، كيكون بيض كيكون بيض، كتكون ياك بيضة تتكون حكة وميلة اه. وتتكون عندهم الصبانة بين صباع رجلهم. هادو جوج أمراض مختلفة، الصبانة انفكسيون فطريات معديين، والإكزيما مرض التهابي ما تيعاديش حساسية. تياخدوا داكوغ البومادا اللي تيديروا الإكزيما وتيديروها ما بين صباع رجلهم. السبانة إلا شمات ريحة الكورتيزون، مادة الكورتيزون تنعالجوا بها الإكزيما تديع. شفنا بعض الحالات اللي كانت السبانة غير ما بين صباع رجلين وداعت تطلعت فوق من الرجل، ولا تتكون السبانة في التنية ديال الفخاد، وتيدير الإنسان تيسحب ليه إكزيما تياخد بومادات الكزيما تيبقى يديرها ما تتعطيش نتيجة، تياخد الجنس ديالها، يعني تيبقى بالكورتيزون. الكورتيزون الصبانة ما تتحملش الكورتيزون، هذاك الشامبينيون اللي كان في التنية ديال الفخاد تينزل حتى الركبة. ويلي 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 دونك مادة الكورتيزون ما دارش في التنيات إلا الطبيب ما شخصش لك أنها كزيما. دونك دابا انت اوتون كطبيبه كتقولي ضروري من التشخيص، ضروري من لا كونسلطاسيون. باوي، حيت ماشي اي حموره وحكه كاينه في التنيه راها شامبينيون، نقدروا نقولوا 80% شامبينيون، ولكن شفنا حالات ديال الصدفيه، يعني صدفيه مرض بحال الاكزيما، مرض التهابي، يعني عطينا دواء الشامبينيون ما براش الانسان. يفو بونسي الصدفيه، يعني خاص التشخيص. الواحد تيشوف طبيب مره واحده تيتشخص المرض ديالو وتياخد دواء عادي. واخا قولي لي يا دكتوره، دابا نرجعوا للشامبينيون ديال الظفار، قلتي بان لو تريتمون بازيك هو ما بين 3 شهور الى 6 شهور، اي مو جو تخوف كو سي تخي لو ان الواحد كل نهار كياخذ ان ميديكامون. داكشي علاش خاص الوقايه، داكشي علاش خصنا نقلبوا صباع رجلينا ونداو صبانات الوضوء. ودابا اللي عطى الله عطاه لو لازير، كيفاش كي شحال من حصه خاص ديال لازير؟ لو لازير من تنديروه؟ لازير تنديروه للناس اللي مبغوش ياخذوا لي كومبريمي، بعض الناس الكبده ديالهم طايبه، بعض الناس عندهم بوصفير ما نقدروش نعطيهم لي كومبريمي، وطفالهم كلهم موكولين بالصبانه واصل حتى الجدر، حيت الصبانه فاش توصل للجدر هنايا ما غاديش يدفع الفيرني بوحدو، ضروري من الكومبريمي، يعني ماشي غير كومبريمي، ضروري من العلاج الداخلي. داكو دونك هنا هاد الحالات. ولا بعض الناس يقول لك انا برك عليهم الدويات، مثلا الناس الكبار تيقول لك انا تناخد دواء التونسيون دواء السكر وهذا، عطيني شي حل اخر. الفيرني ضروري تنعطيو التريتمون الموضعي، وبلاص ما تنعطيو الكومبريمي تنعطيو تنديرو لو لازير كو سويتشي، فيه واحد لوبسيون سميتها ان دي ا كو سويتشي اونيكوميكوز. لونيكوميكوز هي الميكوز الشامبينيون ديال الاظافر، حسب الآلة. كاين الآلة تدير حصة في 15 يوم لمدة 4 حصات، وكاين الآلة تدير حتى شهر داكوغ 4 ديال الحصات، باش نقتلو الشامبينيون
الكتريكمون بلاص ما نقتلوه كيميكمون، بلاص ما نقتلوه كيماويا تنقتلوه بطريقه الكتريك. بصراحه انا كنظن بان لا ميور مانيير دابا انا يكون عندي الاختيار غادي ندير اللازر، لان داك المده كامله ديال كتاخدي واحد الدواء كتصيفطيه بيان سور تو لانجير كتعطيه لو كور ديالك، جو بونس كو سي بلوز انتيريسون دو فير سيونس كيف قلتي ما بين 4 سيونس سي ماكسيموم ولا على حسب عاوتاني؟ لا سي بون 4 سيونس سي بون. زائد الفيرني وزائد تعقيم لي شوسور، كاينه اون بودغ تتقتل لي شامبينيون تنديروها في لي شوسور لمده على الاقل واحد 3 شهور على ما ماتوا دوك لي، على ما ماتوا دوك لي باش ما يبقاش صباطي عادي تفر وتفري عادي صباط بحال كضربوا كلشي في الزيرو، دونك خاصك اكزاكتو. وهذا لو لازير دونك قلنا الى كيحيد لينا لو لازير كيحيد لينا لو تاتواج او ما كيخليش لينا لا تراس، اي كديروا فيه البنج كديروا فيه لا كريم ديك لا كريم اللي كتبنج مزيان، كيحيد لنا الشامبينيون ديال الظفار في مده 4 ايام. لو لازير كي سويتشي مايا فيه بحال ان مينو، في ان مينو تختار شنو بغيتي تكتب لك واش وهذوك لي طاش قلتي هذوك لي طاش ديال سميتهم لي لونتيغو سولير تيكونوا ديال الشمس وشحال تقريبا ماشي لي طاش دو غوسور تيكونوا بعض الاحيان دي بتي طاش هكا الشمس تيكونوا حتى في لو دو دو لا مان. وي وي عند الناس الكبار، عند الناس الكبار مثلا وي اكزاكت يقدروا في جوج حصات، جوج حصات كتحيديهم ديال اللي تيتحيدوا غابيدمون، ولكن خاص ماشي غادي نديروا لو لازير ويخرج الانسان يتشمش غيتحرق، من الاحسن نديروه في البرد بالنسبه لليدين، حيت اليدين ماشي كاع الناس غيبغيو يديروا لو غون. داكوغ دونك الا داروها في اون بيريود ديال البرانتون ايتي ضروري يديروا ليغات قبل ما يخرجوا بوغ باش ما يحرقوش يديهم سي سا. وي حيت يكون حموره، حموره زائد الشمس تساوي تصبغ. داكوغ و اش قلنا ثاني؟ والحروق اللي فايت محروق، اللي فايت محروق، اللي فايت محروق شي حرق الحرق ديال العافيه. نو ماشي سي با لو كسويتشي تيتحسن بالسي او 2 وي التوحيمات، التوحيمات ماشي الحمرين، الحمرين خاصهم لو لازير فاسكولير. التوحيمات بحال كاين واحد التوحيمات تسمى طاش كافيولي كتكون كاين. نعم بلاتي نسولك واحد السؤال، اوطون كو طبيبه مغربيه كتثقي بان التوحيمه كتكون جايه دابا انا بغيت لو كوتي لو كوتي فام نورمال، واش كتثقي بان ديما وكاين الطب وكاين كاين معتقداتنا، ماشي اي حاجه راه تيفسرها العلم. عاوتاني الانسان بلا واحد ناحيه روحانيه تيولي بحال غوبو. انا جو كوني دي جون بيرسونيلمون عاقلين على وقتاش حشو حكوا شي حاجه كانوا مشهينها وكل شيء رد البال، وبصح نيت لو بيبي خرجت فيه ديك لاطاش على هذيك الحاجه. جون كوني بيرسون الا ما يثبت العكس، يقول الحقيقه الا ما يثبت العكس. دونك فوالا الوغ قولي لي هاد لو كيسويتشي الا كانت لاطاش قهويه كيحيدها. عاوتاني هنا بغيت نقول واحد الحاجه مزيان يعرفوها الناس، ماشي جميع التوحيمات تيكونوا في الولاده، بعض الاحيان صعيب تقنعي هاد الام ولا الاب ان هاد التوحيمه ديال 4 اون ولا التوحيمه ديال المراهقه راها توحيمه. كاين واحد التوحيمه تنسميوها لو ليفيس دو بيكير تجي هنايا في الصدر، ما عرفتش واش شي واحد فايته سمعه بها وي سي كوا دي فوا تيكون فيها حتى الشعر. هاد بيكير هذا توحيمة بيكير تتشد هنا تجي في المراهقة. اي سي كوا؟ توحيمة. منين كتجي؟ شكون عيط لها؟ نعم؟ شكون عيط لها؟ شكون قال لها جي؟ شبه راسها تجي في المراهقة. سبحان الله العظيم. ما عندهاش كريم، ما تتحيدش بالكريم. دونك بعض الاحيان تنعطيو الناس الدواء ديال الشامبينيون باش غير يقتنعوا راه ماشي شامبينيون فاش ما تيوقع والو. هذيك التوحيمه اللي قلنا على المارون فيها الزغب مثلا كتكون دي فوا اون تاش تتكون في الكتف، تتكون في الكتف وشاده الصدر. وي سبحان الله العظيم. تتكون حتى عند العيالات شاده لهم الثدي. وي جي ديجا فو سا وي تو ريزون. تتحيد بلوكو سويتشي، تتحيد بلوكو سويتشي بيان سيغ ما خاصش تعرض للشمس، حيت الا تعرض الانسان للشمس ومشى يتبرونزا غترجع.
اه نعم، دونك خاصها واحد المده باش كتخدموا عليها وكتحيدوها بمره، ومن بعد لا بيرسون كترجع ولا على كتبقى الاقل نورمال تتبهات، على الاقل كتبها. تتبهات ما تبقاش كحله بزاف، تيكون واحد الفرق ديال اللون. بعض العيالات ما سون تري جيني، تيتحرجوا قدام رجالهم، يكون بيان تيبغوا سور عروسات، يبغوا يتزوجوا، يكون سجينو تجي سجينو سي جينو تقول لك عافاك، غير بهتيها واحد شويه، لو لازر كو سويتشي تيعجبهم. كاين واحد توحيمه اخرى تتسمى اوتا، تتشد العين، وي شفتها 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 تتشدها هكذا وي العين، تهي نعم. اللازر كي سويتشي تهي علاج ديالها. فراسك اول مره في حياتي نعرف بان حيتاش جي كونيو كنت في الكوليج والليسي ضروري ما كتكون شي تلميذه عندها توحيمه. انا جو مغطي لواحد البنت عندها توحيمه في وجهها وكانت معقده بزاف، ال سوفري كون با بوسيبل، وديما مهبطه شعرها وكانت عندها كبيره. دونك اليوم كتقولي بان كاينه لا سوليسيون سي هذيك اكستراوردينير. مايا واش تحيمه المارون ولا الحمراء؟ المارون المارون فازه، وي مارون سي لو كو سويتشي، الحمراء سي ان اوتر لازر. والحمراء هذيك ديال الفريز كيسموها الفريز وي ياك. هذيك سي با فاسيل، هذيك سي با فاسيل، حيت علاش تيكونوا عروق كتكون شاده شاده في العروق دي نهائي فوا، تيكونوا عروق دونك خاصة الى حيتها بزاف ديال الحزن، سي لو لازر فاسكولير ديال العروق. داكو. قالت لكم واحد السيده ما في اني افيك 16 دون لو با دو دو، دونك او ليو ما بنتك تعقد في لابيسين ولا عروسه ولا دون سا في انتيم كتقدر كتحيدها بلو لازر. نو ليسي با فو زونفون معقدين، ونو ليسي با لي جون اللي كتبغيو معقدين من توحيمات سورتو بحال هكا كيكونوا جينونت. دكتوره قولي، والتطواج ديال الحجبان وداك الشيء وي اوسي لو لازر كو سويتشي تيحيد لو تاتو ديال الحجبان. بعض العيالات تيبغيو يديرو ميكرو بليدين وتيطلبوا منهم يحيدوه، عاد يعاودوا الميكرو بليدين، وبعض العيالات ندموا تو سامبلومون ما بقاوش بغاو. انا كنت باغا نعاود حجباني، باغا ندير نوتخ، باغا ندير هذاك بالزغيبات، وقالت لي خاصك تحيدي داك التطواج القديم ديال الحجبان القديم. قالت لي ايفو لونفي عاد نقدروا نخدموا سوغ اون بوكي بروبر، ولكن ما زعمتش الصراحه. باردون ميرسي بوكو، انت قرصتني قبيله قالتها لك بنتك ديزولي. اه دخل عليا لقاني كنقلب على الحامض قصات مشينو. ميرسي بوكو ما شير، الله يكبر بك، ميرسي حبيبه، بيزو ما شير. سمحوا لي ما فوازيني ما كوبين جبت لي علاش نيوله باسكو غتزوقنا اليوم. دونك قلنا على الحجبان، واخا عافاك دكتوره لا فيغيتي لا فيغيتي انا معاك. حيت شحال من وحده شفتها دارت دي تاتواج ديال الحجبان وكتبقى لا تخاص ديال الحاجب القديم بيضاء. الابيض سي با فاسيل اللي تحيد بلو لازر، حنا تنطلع على لو تاتواج اللي تيكون كحل، ولا دي فوا يل فيغ فيغ لو روج. كيولي غوز. انا كيولي ليا غوز، كيولي غادي وي لو لازر تيحيد حتى لو تاتواج روج ديال الحجبان. داكو باسكو لا بيغو هادوك لي بيغمون اللي كانوا كيديروا هادي واحد 10 سنين il virait toujours vers le rose et le rouge c'était la qualité de من الناس اللي تيتاتويو لي صالون اللي تيديروا الحجبان مثلا، ما يبقاوش يخلطوا الوان بزاف، حيت دي فوا تنشوفوا لون حيت كل طول الموجه ديال لازر كو سويتشي تيصلح اللون، وبعض الالوان ما عندهمش طول الموجه، دونك تنكونوا تنخدموا في لون تيطلع لنا لون اخر، ولي 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 لان ما يتخلطوش الوان باش تيسهل علينا نحيدوه. دونك يفوت توجور الي فير اللي بغا دير شي ميكرو بليدين ولا شي حاجه يمشيو عند الناس كي سون تري بروفيسيونيل باش ما يديروش لهم المشاكل بار لا سويت ياك دكتوره. واخا واحد السيده سولتني على دوك لي طاش الزرقين اللي كيبقاو في القدام، دابا غير دي كيستيون كيوصلونا هذوك كتعرفي شي بنات كانوا كيلبسوا الصبابط ولا السبريدات مزيرين وكيبقى لهم اللور ديال القدام كحل وبلاد، عرفتي ديك الزروقيه عندها شي حل؟ سي دي كريم، كاينين دي كريم مبيضين فيهم حوامض تتبيض، دي فوا تنديرو التقشير ولا نديرو كريمات فيهم التقشير. داكوغ على سي الجليكوليك، حمض الجليكوليك، يعني مثلا الليله تنقدرو نديرو كريم مقشر والليله نديرو كريم مبيض، ومع المده تيبيض بيان سور تيبيض. باردون سمحوا لي باردون حبيبه. حاجه اخرى دونك انا اللي باقي باغا نتاكد منه هو الناس كيسولوا بزاف على لو بري، لو بري مايمكنش لك تعطيهم انت ما شفتيش الحاله ديال المريض ياك؟ بالنسبه للتطواج نو، التطواج على حسب المساحه ديالو. داكور المساحه وخاصنا
خاص بعدا نفحصو كيف ما قلتي قبيله اللون ديال البشره، داكور نعرفو واش كاين شي مشكل، واش الناس داكور يديروا دي سيكاتريس ولا لا، واش عندهم بعض الامراض الجلديه، يعني ماشي غادي تجي وغادي تضرب اللازر. داكور دونك واش قابلين انهم ما يمشيوش للحمام مورا ما تدير لهم اللازر؟ واش قابلين ما يمشيوش لابلاج؟ دابا اللي دار هاد لو لازير هاد لو كسويتشي بالنسبه للضفار شامبينيون ديال الرجلين لا، وبالنسبه الشامبيون ديال الرجلين ما كاينش مشكل، داكور ما شوف تيكون باين اللي حتى شي حاجه بحال ما درتي والو، يعني ما كاينش، ماشي بحال ما درتي والو يعني ما كاين والو. اما الليزر لازاله الوشم ولا لازاله التوحيمات تيكون دم، تيكون جرح، يعني ما خاش الشمس، داكو داكو اوكي يقدر داكو يوقع تعفن الى الانسان ما دارش لا كريم، الى ما دارش البونسمون، هادشي كامل خاص الانسان يكون موافق عليه. داكو. وبالنسبة للثمن ديال اللازر الاطفال زعما سي شير سي با شير الثمن على حسب عاوتاني لي كلينيك، الاغلبيه تيكون في لي كلينيك على حسب، مي الاغلبيه الاحيان كاين ثمن موحد اللي في هاد اربعه الحصات الا درنا المجموع غيجي هو الثمن ديال هاد الفانيل اللي غيتشرب، داكور دونك هادوك لي يعني كومبريمي بحال غادي بحال في الاخر تجي بحال بحال. داكور دونك الثمن ديال هادوك لي بواط لي غادي يشري دو 3 ا 6 موا دو سميتو هو داك الثمن اللي غادي يخلص بوغ 4 سيونس. الله ما يخلي الواحد هو دو بريفيرونس الواحد يدير اللازير سورتو الرجلين والصيف داخل. وكيف قلتي بوغ شنو هو داك الميكروب اللي قلتي لي كيركب كيدخل من وي الشامبينيون؟ الناس اللي يقولوا سي ريان سي ريان لو شامبينيون صافي خليه راه ما درني ما حتى شي حاجه. كاين واحد المرض سميتو لي ريزيبال، لي ريزيبال سي اون اورجونس اللي يقدر الانسان ينعس عليها في السبيطار. شنو هي الضفر فاش يكون فيه ان شامبينيون تيكون اون بورت دونتري، يعني محلول بحال شي جرحه محلوله، الى دخل ان ميكروب سورتو واحد الميكروب معروف سميتو لو ستريبتوكوك تيتنفخ الرجل تتنفخ سيغمون. المتتبعين شي واحد غيكون شاف شي واحد في العائله وقعت ليه الرجل تتحمر تتسخن وتتنفخ، يعني ميكرو في الرجل. تنعطيو لونتيبيوتيك 15 جور، الا كان انسان ديابيتيك ولا عنده وزن كثير ولا تياخد دي ميديكامون اللي صحته يعني قد الحال ولا المناعه طايحه تيت اوسبيتاليزا تينعس في لوبيتال. ابخي الا جا بزاف ديال المرات تيولي تيدك ماده البنسلين افي باش ما يعاودش يوقع، لحقاش ميكروب يقدر يدوز للدم ويكون خطير. هادشي كامل تيجي غير من الضفر، وقعت لدي جون ماشي لا بدات توقع للناس كبار. شفنا حالات الناس باقيين غير صغار وما بغاوش يداو الصيبانه ديال الضفار ديالهم ودخل ليهم الميكروب من الضفر ديالهم ونفخ ليهم الرجل. يعني ما نخليوش فطريات تعفنيه لا ما بين صباع رجلينا ولا في ضفارنا، العلاج موجود باش نديرو وقايه لهذا المرض لي غيزيبال. لا واخا سي تري انتريسون لان شوفي سي دوماج اون 681 بيرسون ان شاء الله هاد لا فيديو غا تخ بارطاجي باش تعمل فائده على طول الموند، لان كنستاهنوا بزاف من هاد لي بوتي ديتاي. كيف قلت لك انا جو كوني بوكو دو جون اوتور دو موا، ضروري ما تلقاي في جلسه فيها خمسه الناس غتلقاي جوج الناس عندهم شامبينيون ديال الطفال. سي زعما سي كثير كثير شامبينيون ديال الطفال وماشي كلشي تيبغي يداوي، يعني حيت ما تيضرش وما تيحكش ما تيحكش بعض الاحيان، الى تقاس المناطق الحساسه ولا دي فوا في ما بين الصباع تيجي بالحكه، دي فوا تيبقى يحفر ما بين الصباع تيولي الخز تيولي خضر تيولي يعني تعفنات اخرين تجي منهم. لي ديابيتيك الناس اللي عندهم السكر ما خاش يكون فيهم الصيبانه ما بين صباع رجلهم، لحقاش هذيك الجرحه تقدر تدخل ميكروب ويقدروا يوليو دي موازيسور. لي موازيسور ما ساهلينش، السبانه ديال الاظافر ما كاينش نوع واحد ديال السبانه، كاين تعفنات تنسميهم لي موازيسور وكاين لي لوفور، كاين بزاف ديال الانواع. لي موازيسور سي با فاسيل ا تريتي، يعني لونتيبيوتيك ديالهم ما ساهلش. واخا واحد السؤال شفتو بزاف هو على لي طاش نواغ ديال الوجه، ما فهمتش لي طاش نواغ البقع السوداء ياك؟
هادو هما اللي قلت لك عليهم الأغلبية الناس يهضروا على الكلف، الكلف اللي تيجي من الحمالة، يعني ماسك دو غروسيس، ماسك دو غروسيس هما الهرمونات ديال العيالات اللي تيكونوا حاملين و تيكلفوا. عندنا بزاف في الماروك ما خصوش يتحك، أهم حاجة ما يتحكش وما يدارش ليه الخلطات ديال الدار، حيت دواد العرق، دواد العرق تيزيد فوالا. سي با فاسيل الله. ا تريتي الكلف. اللي حامله وبدا كيبان ليها لي طاش ديال الكلف، باش كتنصحيها كيف كيفو فيغ او كيف اولا كيفو با ليكرون، فيغ؟ اولا ليكرون، ثانيا ما تحكمش، ما تجهدهمش بالخلطات، ودير دي كريم اللي ما فيهمش دي برودوي اللي خطيرين على البيبي، يعني ما ديرش ماده الهيدروكينون، ما ديرش الحوامض، دير دي كريم مثلا فيتامين سي، ولا دي كريم اللي خفاف أمه يبهتوهم شويه بيت ما ولدات. واخا ملي تولد اش كتنصحيها دير؟ كيس كيفو فيغ؟ هي ولدات ورضعات وسالات وبقى لها هذاك الباكيون، هي كيجي في فورم دو خاصها باكيون. تشوف طبيب معالج، خاصها تشوف درماتو باش تنعرفو واش هاد الكلف سطحي ولا عميق، واش كلف ولا ماشي كلف، حيت ماشي اي طاش ماغون راه جايه من الهرمونات، لا تقدر ولكن تكون كيكون سو فورم دو بابيون، ياك كي وي تحل وي ان بابيون هذاك بابيون تيكون هنا في الجبهه. سبحان الله العظيم. الى جاها مورا الحماله راه كلف. لا بيلول خاصنا نشوفوا لا بيلول، يعني فني من الحمل، واش الهرمونات فيه من النوع اللي تيديروا الكلف ولا خفاف، يعني اون بونس الفني من الحمل حتى هو تنسولو كيف داير، اي بي تنعطيو كريمات. بعض الاحيان تنديروا بيلين تقشير البشره، ماشي كلشي تنديروا ليه تقشير البشره على حسب لون البشره، اذا كانت سمراء تناخذوا الحذر، واش الانسان غادي يمشي للحمام، واش غيحك بالكيس، واش غيحافظ على هذا البيلين ولا لا، يعني داكور. واخا دكتوره هاد لو كيسويتش هذا بالنسبه للناس اللي عندهم البرص الفيتيليغو، كاين شي حل اوجوردي الفيتيليغو؟ وصلت لا سيونس لشي حاجه ولا باقي؟ وي كاين واحد لازير غادي يدخل، سينو كاين في بعض الكلينيك سميتو ليكزايمر. ليكزايمر سي ان لازير اللي اوني اون تران دو فوار، كاين شي حوايج باقي يلاه جديده، يعني ماشي قديمين فيها، بحال دابا اللازير في الوشم صافي تخي لونتون كون لو في قديم، لازم بلا تسويت شي لوشم، واخا مي بعد ولا تدار الاستعمالات جديدة. واخا حيت انا دويت على البرص، لان الوالد ديالي الله يرحمه كان فيه البرص. تقدر الله تقولي يرحمه. منين كيجي البرص؟ البرص من الامراض المناعه الذاتيه، مالادي اوتو ايمون، يعني لي زونتيكور ديالنا بلاص ما تيهاجمو الاجسام المضاده، بلاص ما تيهاجموا الميكروبات والفيروسات، تيهاجموا الميلانين الصبغه اللونيه ديال الجسم ديالنا، يعني تيهاجموا الجسم وتيحيدوا هذيك الصبغه اللونيه وتيولي طاشه بيضاء. بيان سور ماشي اي واحد عنده هذا العامل الوراثي راه غير البرص، خاص الستريس، خاص الصدمه، خاص الصدمه، خاص ان شوك ايموسيونيل باش هاد المضادات الحيويه تولي تضرب اللون. دونك البرص كيجي، انا كنا شكون دي جون فام باقيين صغار، ما عرفتش اش وقع، ولكن كنشوف سورتو كي اتاكي لي دين وكي اتاكي لي بوبيير، ياك لي بوبيير تيجي في الجفون، تيجي في الفم، تيجي في اليدين، هذا يقدر يجي في اي بلاصه، سورتو البلايص اللي اللي فيهم احتكاك، مثلا شي واحد بقى بزاف في التليفون ولا سمطه مزيره، دي سوتيان مزيرين. الناس اللي عندهم في العائله البرص يحاولوا ما يديروش حوايج اللي فيهم ضغط، ضغط وحوايجهم ما يكونوش مزيرين، بحال لي ليكين، بحال والضغط اللي كيجي من العوامل الخارجيه اش نديروا فيه؟ وهذاك هذاك هو المشكل، مرض العصر، مرض العصر. العصر. دونك خاص الانسان يبرد، يبرد ويتفائل ما يبقاش يتعصب على اي حاجه، تكون قشابته واسعه لحقاش. دي فوا انا كنعقل كانوا قالوا لي الموبير خرج فيه ملي ماتت الوالده ديالو، الي تيلمون تشوكا بلا مور دو سا ميغ، جوست ابخي خرج ليه الفيتيليغو. اي جو مي رابيل ما خلى ما دار على ليبوك، راك عارفه ما يفواياجي بوكو، وكانوا كيعطيو الخلاطات، ما خلى ما دار توت لي كريم دو موند، سانا غيان دوني. داك علاش كنسول، جو سي كسي ان سوجي اللي شويه اللي قاصح شويه
احنا انا تنديرونج با ما كيعاديش الناس خاصهم يعرفوا بان البرص ما كيعاديش، يعني تقدروا تسلموا على انسان فيه البرص في الدنيا اوكان بروبليم. ياك دكتور لا ما تعاديش نهائيا. داكور الناس ما يبقوش كاينه لا بوفا ثيرابي، كاينين لي كابين ديال بوفا، البوفا بحال الشمس، دي كابين دو بوفا ثيرابي تيداروا للبرص. داكور، ولكن جوسك لا مازال ما عطيتنيش، ما قلتيش ليا وي خرجت شي حاجه بقب طلع جوسك لا باقي. لا باسكو ما نقدرش نكذب، هاد لو لازر حنا اون اون تران دو تيستي، اون اون تران دو تيستي بوغ فوا شنو غادي يعطي. بعض الحالات اللي تيكون البرص ساهل، راه ماشي اي برص بحال بحال، كاين اللي الخليه تتكون الخليه اللي تتنتج الميلانين ميلانوسيت ماتت، وكاين اللي تتكون كاينه وخاصها غير تهيج شويه يعني اكتيفا لانها غير ما فرزاتش الميلانين. تنعطيو دي كريم تيتسماو دي كريم كي فون لا بيغمونطاسيون اللي تيحفزوا اللون وتيطلع اللون. تعطيو السيلينيوم، تعطيو دي كومبليمون اليمونتير مكملات غذائيه فيهم معدن السيلينيوم، فيهم الكويبر الزنك، فيهم الفيتامين سي الاو الا. اسكو سا مارش؟ وي بعض الاحيان الكريمات وهاد المكملات الغذائيه سا مارش، دي فوا تنعاونو لا بوفا كيستيمولو لا برودكسيون ديال الميلانين، كيستيمولو لا برودكسيون، تنحيدو العوامل المهيجه بيان سور، نقول الواحد ما تحكش ما تعصبش وصافا. داكور واحد السؤال الله يعطيك السر، اش تقدر تنصحي الناس اللي كيتفرجوا فينا دابا؟ حنا ما كان انا صراحه سا ما ديرونج با دو فير دو لا بوب ا اون مارك، ولكن شنو هي الماركه اللي كتثقي فيها بوغ ان ايكرون توتال؟ دابا داخل الصيف وبزاف الناس مهم هما في ديورهم فايتين لهم دي تاش، هما يمكن بوتيتر ما يقدروش يجيو عندك، غير الا ممكن تعطيهم ان كونساي. انا نقدر نعطي واحد النصيحه ماشي لا مارك، باسكو باش ما نظلموش لي زوت مارك، وكان شي مارك اللي احسن من الاخرين كاملين نقولها لكم. الحمد لله انا انورميمون دو مارك اللي تنصح الناس يعرفوا نوعيه البشره ديالهم. هذا هو المشكل اللي تيوقع، واش عندك بشره جافه ولا دهنيه ولا مختلطه؟ الا كانت عندك بشره جافه يعني لا زون تي ناشفه والسي ناشفه يعني بوسيش، ودرتي ان اكرون ديال لا بوغراس، ما غاديش يجي معاك. العكس اللي تيوقع، شي وحده عندها البشره دهنيه ماشي ميكس دهنيه يعني لا زون سي فيها لي بوان نوار وميدما، ولا زون سي فيها لي دام ولي بوان نوار بلون، يعني ميدما تدير الحبوب احتمال انها دير حب شباب، وتدير اكرون مكتوب فيه سبيسيال بوسيش يعني ميدم فيه دهون غادي تسد المسام، والحب شباب ديالها عاد ما غادي يكثر، غيتهيج غادي يتهيج. دونك خاصك تعرفي نوعيه البشره ديالك. الحمد لله لي بون مارك مكتوبه فيهم للبشره الجافه، للبشره المختلطه، للبشره الدهنيه. دونك اولا نوعيه البشره، ثانيا واش عندك حساسيه ولا ما عندكش حساسيه. الا كانت عندك مرض الورديه لا غوزاسي، عندك واحد العريقات صغيورين هنا، وجهك تيشوف الشمس تيحمر تيتزنق، تيشوف تاخذي الحامض ولا الحرور ولا تتسخني وجهك تيتزنق، عندك بشره جد حساسه، غادي تاخدي ان اكرون مثلا مينيرال فيه مينيرو، ما تاخديش ان اكرون شيميك عامر بالبارفان، يعني كاين اكرون مكتوب فيهم سان بارفان سان بارابين. بارابين وي 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 بارابين هما لي كونسيرفاتور المواد الحافظه. البارفان دي فوا تكتبو اون انجلي فراغرونس، فراغرونس هو البارفان اون انجلي، دونك مخصوش يكون فيه لا الفراغرونس لا البارابين. إذا كانت البشرة حساسة، كانت السيدة عندها كلف مثلا ولا عندها دي تاش، كاينين دي زيكخون فيهم دي زونتي تاش، تسمى إكخون إكليرسيسون، ما غيبينش ليها الكلف ولكن غيساعد لا تاش شوية تفتح. امرأة كبيرة عندها تجاعيد غتاخد أن إكخون أونتي آج لحقاش فيه لاسيد هيالورونيك. داكوغ دوك الواحد ماشي يجي عندها خدمتها فيها البوله مثلا في المعمل، البوله دائما فوق راسها، غتاخد ان اكرون فيه كونتر لا لوميير فيزيبل اي لا لوميير بلو اي لي انفرا روج، سكو مكتوبه يعني ماشي غير كونتر لي زولترا فيولي. هذا كيكون غلا شويه من الاخرين ملي كيقد ما كيكون. نو 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 نو، غير خاص الواحد يعرف اش غياخد. واللي عنده لي اللي عنده المسام مفتوحه
المسا مفتوحه غيكون غالبا عنده البشره دهنيه، الا كان لاج متقدم دي فوا مع تقدم السن تيتفتحوا المسام. المسام مفتوحه خاص لاتانت، الانسان يعرف ياخذ لاتانت، ياخذ ان اكرون كتو فيه اويل فري. اويل فري هي توشي سيك، توشي سيك باش ما تيبقاش يدخل في هذوك التقابل تيجي مقبص. انا هو اللي كيعجبني انا سي سكو جو مي كندير اوتوشي سيك، لانه ابخي انا جو ماكي اللي باخر وما كيزعلكش ليا لابو ديالي هو لو توشي سيك. جو اختراع هائل لي زيكرون توتال اوتوشي سيك، سي اكسيبسيونيل زعما توشي سيك. سورتو الرجال تيبغوا ان اكرون توشي سيك انفيزيبل باش ما يلصقش ليه في الحياه، باش ما يبقاش يبان، ما جاتش يبان. بيان سور داكور. واخا دكتوره لي فيرجيتور نبقى ديما نسولك عليهم، لقيتو شي حل ولا مازال؟ لي فيرجيتور ملي كيبيض ملي كيكونوا بيضين لي فيرجيتور سي با فاسيل، لي فيرجيتور الخيوط ديال الإلاستيك تقطعوا ما غيتصلحوش. دونك شنو تنديرو؟ تنديرو لازير سي او 2 باش نتجو الكولاجين، والكولاجين تيغطي على هاد لي فيبر إلاستيك. الا كنا يعني شونسو نقدروا نحسنوا من المظهر ديالهم بواحد 40% 50%. داكور اوكي. اش غادي نقول لك؟ جو بونس كون افي لو تور ديال دي كيستيون مهمين بزاف. انا لو كسويتشي غادي نجي عندك اون سومين وغادي نجربو في هذاك التاتواج. انا غير ديري مرحبا بك، يمتي تزون تيست. وي ندير اون بتيت زون تيست بو فوار سكو سا فا دوني، و الا سي سا دون ان ريزولتا عجبني وعجبك. هو ديجا راه بهات مع صافي لونتو. إلي نوار؟ إلي نوار؟ نو إلي ان بو فيغ. نو إلي ان بو فيغ. داكور. فيغ بلو غري؟ لا غري ولا ان بو غري، بهات ما بقاش هذاك التاتواج القديم اللي كتعرفي. مي في الاصل كان كحل. كان اه مي صافي تخي لونتو. اه. تو ديجا في دي سيونس؟ نو نو نو. اه دونك غري بهات مع الوقت. بهات مع الوقت اكزاكتومون. صح قلت بوركو نو با لونلوي، واخا ما كنشوفوش باسكو لي ديغيير، مي صافي جو بونس كو. مرحبا بك، مرحبا بك. طون في با ما غاديش نجرك لالا، ندير لك واحد كيلو ديال البلج. جو ريغول، يفو جامي سمحي لي غير تنضحك، يفو جامي جوي افيك لي كريم انيستيزيونت. علاش تقطعات لا كريم انيستيزيونت سنين؟ حيت وقع ان انسيدون بحال هكا في واحد البلد، واحد السيده خدات بوكو دو كريم انيستيزيونت ودارتهم في لي جون باش دير لازير ايبيلاتوار، الوغ كو لو لازير ايبيلاتوار في لي دومي جون ما تيضرش. واش وقع؟ بقى ماتت. اه حيت دارت بوكو دو تيوب، دونك لا كريم انيستيزيونت ما تلعبوش بها. تيتعطى من طرف الطبيب. نعم واخا سي سوغ لا بو زعما فوق الجلد. وي مي تيدوز في الدم، الا درتي واحد 20 تيوب راه غيدوز في الدم. واو دونك ما لعبوش بلي كريم انيستيزيونت، الكريم المخدر الموضعي تيكتبو الطبيب، تيكتبو الطبيب وتديري واحد ربع ساعة فاش تكوني في العيادة. Je me porte volontaire pour l'essayer. On va dire une vidéo le NAS, comme ça ils vont voir en direct comment ça se passe. Est-ce que j'ai mal ou est-ce que j'ai pas mal, le résultat les rétina. Et j'espère et واحد مبرسطاش شي بان تاتواج وبغي يحيدو يزعم يحيدو، ولكن انا كنسطر على الشامبينيون هالعار. مازال تاتواج تصبروا عليه وما تصبروش على لي شامبينيون سيل فو بلي. ياك لالا؟ اه وي الشامبينيون سي اون انفيكسيون، راه مرض ماشي لعب. صافي داكور. ماشي اكزيما انفلاماسيون. دكتوره عافاك عطيني طون افي بارابور او برودوي كوريان، كيسكو تو ان بونس؟ واحد السؤال تطرح دابا، انا كنحماق على لي برودوي كوريان، شنو هو رايك؟ كريم لا لي برودوي كوريان جينيرالمون، لي برودوي كوريان جينيرالمون لا كريم انيسيزيونت اللي تنستعملو الي كوريان. D'accord. Ou c'est la plus efficace. D'accord. Et je me rends compte que les crèmes المخدرة الموضعية كاملين. J'aime bien. داكور. انا غير علاش انا كيعجبوني لي كوريان، لي برودوي ديالهم عندهم اون بون ريبوتاسيون عالميا. ميم كون جيت ا باري اون مي بارلي بوكو، ميم دي برودوي كيكونوا بلوس ناتوريل كيقول لك راه الي كوريان دون سوسيتي كوريان، انا سا مغاسيور.
وما عرفتش. دونك دكتورة جو تو ريميرسي بوكو بوكو بوكو. ميرسي انكور اون فوا، عيد مبارك، بالصحة عيد مبارك. والسلامة، الناس تهلاو في يلا، راسكم. الناس يلا دخلوا تقدروا تشوفوا، باسكو يلا كيسولوا. دوينا على الشامبينيون ديال الطفار واللي بغى يتهنى منه، انا غنخلي لكم الفيديو مسجله، تفرجوا فيها، صيفطوها للناس اللي كتعرفوهم، وريوها لمواتكم وباواتكم وخوتكم اللي عندهم لي شامبينيون، ودوينا على حوايج اخرى. ميرسي بوكو دكتوره، الله يكبر بك. العفو العفو، صبحوا على ابيان، خير. سلامة مايا، سلامه لاله، سلامة، سلامه. باي باي.